إذا كانت المرأة حائضا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليه؟ أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، نعم. وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها. وأما النقطة الثانية وهي ما إذا انقطع دمها من الحيض أو من النفاس، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئا. أما بالنسبة للحائض، إذا تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعا كاملا ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا، فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فلا تلتفت إلى ذلك. أما بالنسبة للنفساء، فإذا كانت انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودا، لأنه عاد في فترة النفاس. أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين، فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس، فإنه يكون حيضا. الحاصل أن هذا لا بد فيه من تفصيل. إذا كملت عادة الحائض واغتسلت، انقطع دمها واغتسلت ثم رأت شيئا بعد ذلك، لا تلتفت إليه. وإن كانت عادتها لم تكمل، رأت طهرا في أثناء العادة ثم اغتسلت ثم عاد إليها، إنها تعتبره حيضا، لأنه مر جاءها في أثناء العادة. نعم. وكذلك النفساء، إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسا، وإن كان عاد عليها شيء بعد تمام الأربعين، إنها لا تعتبره شيئا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل. نعم. بالنسبة للنقطة الأولى التي هي فيما إذا طهرت إحداهما في أثناء نهار رمضان، من لم تكن تعلم بهذا الحكم وحصل لها مثل هذا في الماضي فلم تكمل نهارها صياما، هل يلزمها قضاؤه أم يسقط عنها؟ القضاء لا بد منه حتى ولو أمسكت، أقصد لو لم تفعل فيما مضى جهلا بالحكم، تكون أخطأت في هذا، وإذا كانت جاهلة فلا حرج عليها، أما القضاء عليها القضاء بكل حال. نعم. إنما يلزمها يعني أن تكمل النهار صياما، يلزمها الإمساك في بقية في النهار. بقية النهار. نعم. بارك الله فيكم.